محافظة الدقهلية واحدة من المحافظات اللي بتصنف على إنها صناعية، ترتيبها الخامس على مستوى الجمهورية من حيث المحافظات الصناعية، عدد المناطق الصناعية في الدقهلية 5 مناطق صناعية. النهاردة كان هذا الخبر وفد من التنمية الصناعية يبحث المطالب والمقترحات لحل مشكلات مصانع الدقهلية. زي ما قلت لحضرتك عندنا 5 مناطق صناعية في محافظة الدقهلية. المناطق دي لما اتعملت بعضها اتعمل قبل 30 و40 سنة، قالوا لنا هتحول الدقهلية لواحدة من المحافظات الصناعية واللي هتسهم بشكل كبير في الدخل القومي وحل مشاكل المواطنين وحل مشكلة البطالة وزيادة الأيدي العاملة في محافظة الدقهلية. قم مع الإهمال والفساد وعدم وجود بنى تحتية في المصانع، عدم الاهتمام بمصانع المناطق الصناعية في الدقهلية فضلا عن زيادة البيروقراطية، وده يقول لك روح المحافظة، لا روح مجلس مش عارف ايه، جيب موافقة من وزارة الصناعة وزارة التنمية المحلية. فبقى عندنا نسب الإشغال في مصانع محافظة الدقهلية لا يتجاوز 33% حسب كلام السادة المستثمرين في البلد. النهاردة كان في وفد من التنمية الصناعية جاي من القاهرة، قابل السيد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية لبحث مشاكل المستثمرين. أنا تخيلت هذا الوفد اللي ساب المكاتب المكيفة في القاهرة وسافر لحد المنصورة عشان يقابل المحافظ، هيبقى فيه مثلا استشاري، أستاذ جامعة، خبير اقتصادي، مهندس. لكن اكتشفت ان الوفد كان برئاسة اللواء محمد سليم، ده لواء جيش رئيس الإدارة المركزية للهيئة العامة للتنمية الصناعية، وعضوية أو مستشار الهيئة العقيد حسن جاد مسؤول التصرفات العقارية بالهيئة. ده الوفد اللي راح، 2 ضباط زي الفل خريج الجيش، والجماعة دول قضوا الخدمة بتاعتهم في سينا في رفح في العريش، كان جوي، كان دفاع مدني، مش عارف كان قصدي كان دفاع جوي، كان مشاة، كان بحرية. بعد ما طلعوا عن عيش الحكومة بتكافئهم ومسكتهم واحدة من أهم الهيئات في البلد، الهيئة الصناعية، والاتنين اللواءات أو واحد لواء وواحد عقيد رايحين يسألوا السيد المحافظ إيه المشاكل بتاعتك. الغريب ان محافظ الدقهلية قبل كام شهر او قبل شهر تحديدا قال انه تم اقامة 458 مصنع وبنعمل على تطوير واحدة من المناطق اللي موجودة في المحافظة وهي منطقة جمصة. ايضا نفس المحافظ في بداية العام اللي فات او في ديسمبر، يعني ديسمبر 2022 السنة اللي فاتت، ايضا التقى بالمستثمرين في المنطقة الصناعية بجمصة لحل مشاكلهم السنة اللي فاتت في ديسمبر اللي فات، وعدهم المحافظ بحل المشكلة. ومن ديسمبر اللي فات احنا دلوقتي في نوفمبر 2023 وما زالت المشكلات قائمة. معنى المشكلات قائمة يبقى الانتاج متوقف، يبقى الناس بتخسر، اللي عنده عمال سرحهم او قعد من غيرهم، واللي شغال بألف عامل أو بمئة عامل شغال بنص العمال، واللي جايب قرض من البنك عشان ينتج ويدفع عجلة الإنتاج، الراجل ده بيدفع أقساط أو حتى أصبح متعسر. أيضا في 2020 كانت الحكومة بتقول لنا أن المناطق الصناعية في الدقهلية هتقود البلد العالمية. نفس المحافظ قال أن احنا عندنا 463 مصنع بجمصة و102 للمنتجات الخفيفة بالعصافرة، و105 منشأة في طور التجهيز، و140 قطعة أرض فضاء جاهزة للطرح، و10 مؤسسات إنتاجية تصدر للخارج. كان قبل 3 سنين بالظبط. مين اللي قاله؟ سيد المحافظ أيمن مختار، اللي لحد دلوقتي كل هذه المناطق الصناعية وكل هذا هذه الوعود، وقال لك هتوصل الدقهلية للعالمية، عندنا مش عارف 463 مصنع شغالين، عندنا 102 مكان للمنتجات الخفيفة بمنطقة العصافرة، بالإضافة ل 105 منشأة في كل ده مجرد حبر على ورق، كل ده مجرد مباني تحولت دلوقتي لمساكن للأشباح، لأن المكان صدى، لأن الكهرباء قطعة في المناطق الصناعية أكتر ما بتيجي، لأن كمان الصرف الصحي بيغرق المناطق زي ما هتشوف دلوقتي في منطقة العصافرة، الناس مش عارفة تتحرك أو تيجي، الغاز مش مستقر، الجهد الكهربي مش مستقر. شوف كده هذا الفيديو لمدير المنطقة الصناعية في جمصة وهو بيستعرض الإجراءات اللي قاموا بيها للتسهيل على المستثمرين. بالإضافة أنه تم إنشاء أو استحداث مكتب لخدمات المستثمرين، ده كان بناء على توجيهات القيادة السياسية بحل مشاكل المستثمرين
واتخاذ كل الاجراءات اللي بتسهل عليهم استخراج الاجراءات الخاصه بيهم. المكتب بيضم اعضاء من كل الجهات، ده كان تيسيرا عليهم ان احنا ننشئ المكتب في مقر الجهاز هنا، بيضم كل الجهات سواء امن صناعي سواء بيئه سواء لجنه التصرفات الشؤون الهندسيه التنميه الصناعيه. وبالفعل تم افتتاحه في شهر يونيو اللي فات بحضور السيد المحافظ والسيد اللواء خالد عيد مدير المخابرات العامه في شرق جده. ده مين ده؟ ده كان السيد مدير المنطقه الصناعيه في جمصة، واللي زي ما حضرتك شايف كده كان بيستعرض انجازاته وانجازات حكومته ومستقبله ومستقبل حكومته وقد ايه بيقدموا مليارات من اجل التسهيل على الساده المستثمرين في جمصة. ايام او شهور من هذا الفيديو المتصور بمنتهى الحرفيه كان مستثمروا الاهليه بيعرضوا مشاكلهم امام المحافظ ورئيس الهيئه، وقال لك هنبدا على العمل على حلها فورا، ومن يوميها للان لا اتحلت المشاكل ولا المستثمرين لقوا وعود الساده في الدوله، ولا حتى الكلام اللي قاله الراجل المنمق اللي كان لابس بدله قدام حضراتكم ده حصل فيه حاجه. لحد دلوقتي جمصة والعصافره وميت غمر في انتظار الفرق. لحد دلوقتي خمس مناطق صناعيه في محافظه الدقهليه بلا خدمات بلا بنى تحتيه. لحد دلوقتي بعض المصانع شغاله من غير ورق لان الحكومه واقفه المشاكل او الازمه ما بين المحافظه والوزاره ووزاره الصناعه وهيئه الاوقاف، فقال لك جمصة والعصافره وميت غمر في انتظار الفرج. والخبر ده من 2016. تخيل احنا دلوقتي في 2023، يعني بنتكلم عن اكتر من 7 سنين. 7 سنين المصانع اتقفل فيها اكتر من 66% من اجمالي المصانع. 7 سنين اتسرح حسب كلام مستثمري هذه المناطق الصناعية فيهم حوالي 43% من العمال. 7 سنين الناس خسرت اللي قدامها واللي وراها واللي قفل المصانع، حتى المستثمرين الاجانب طافشوا وسابوا المنطقه. الدقهليه، تل المقدام، وجمصة والعصافره مناطق صناعيه واعده بتعاني من البيروقراطيه ومافيا التسقيع. وهنا بقى هنا في جريمه كبيره جدا. ساده في البلد المسؤولين في بعض الجهات السياديه بيروحوا يشتروا مناطق كامله او مربعات كامله في المناطق الصناعيه ويبنوا عليها مصانع ويسقعوها، فتيجي يطلع علينا السيد المحافظ يقول لك عندنا 650 مصنع وعندنا 230 ورشه وعندنا 440 منطقه معدله للبيع والاستثمار. تيجي تبص على هذه المناطق وهذه المصانع والورش مجرد ابنيه مبنيه وسور ضخم، وده من اجل التسقيع، وسياده اللواء فلان يمتلك 7 مصانع، وسياده العقيد فلان يمتلك المربع ده كامل، وسياده النائب فلان عنده 7 مصانع في العصافره ولحد دلوقتي ما اشتغلوش ولا اتحط فيهم مكان. صناعه الالومنيوم ايضا في العصافره بتحتضر، او في صناعه الالومنيوم في الدقهليه بتحتضر اصحاب المسابك والصناع بيستغيثوا. خليني اقول لك في منطقه او في مدينه ميت غمر، اشهر مدينة على مستوى الجمهورية في صناعة الألومنيوم، تقريبا 80% من إنتاج البلد كامل بيطلع من ميت غمر، ما بين مصانع أواني ومصانع صغيرة ونص تسبيك، كل ده بيطلع من منطقة أو من مدينة ميت غمر لوحدها. الحكومة لما وعدتهم إنها تعمل لهم المنطقة الصناعية، الناس قفلت المصانع بتاعتها في داخل المدينة وراحت تشتري في المنطقة الصناعية، والمنطقة الصناعية لحد دلوقتي ما اشتغلتش. شوف كده العصافرة شكلها عامل ازاي. دي منطقة العصافرة الصناعية في الدقهلية واللي بتعاني من الإهمال وتقاعس المسؤولين. لما تتفرج كده على المجاري اللي مغرقة المصانع، لو عندك صور حطها لي. المجاري اللي مغرقة المصانع ومعظمها مصانع غزل، ودي منطقة كاملة اللي هي منطقة العصافرة دي، كانت صورة من الصور اللي موجودة في هذا الخبر، والخبر ده من 2021. سيادة اللواء وسيادة العقيد اللي موجودين دلوقتي في الدقهلية مش هيعملوا أكتر من اللي عملوه السنة اللي فاتت والسنة اللي قبل اللي فاتت، وعود للمستثمرين بحل المشكلة. أهو النتيجة بقى، النتيجة إن المناطق الصناعية تحولت لبيوت أشباح، صرف صناعي، هجرة العمال بتحاصر جمصة، أزمة الطاقة بتقضي على آمال سوهاج. خلينا في جمصة وخلينا في الدقهلية، واللي يمكن حالها لا يختلف كتير عن حال الثلاث مناطق الصناعية اللي موجودين في سوهاج
والأربعة اللي موجودين في محافظة قنا والاثنين اللي موجودين في المنيا، مناطق صناعية 119 منطقة صناعية في عموم الجمهورية، والنتيجة احنا بنستورد من الإبرة للصاروخ. ده كان في رحلة بحثنا عن الأصول الصناعية. 44 ألف منشأة صناعية اتقفل منها 11 ألف منشأة حسب بيان المركزي للإحصاء، والباقي زي ما حضراتكم شايفين كده جمصة، أرض خالية، والمصانع في مكاتب التسيح. كل المصانع، عشان بس ايه تبقى فاهم، كل يوم يطلع يقولك عندنا مصانع، يطلع يقولك عندنا مناطق صناعية، يطلع يقولك أرقام وأرقام وأرقام، لكن الإنتاج صفر، لأن المصانع كلها موجودة لدى مكاتب التسيع بتاعة السادة المسؤولين. كل واحد كوش على كام حتة أرض، بنى عليها كام بناية أو كام مبنى، سمى مصنع، والمصانع دي مش شغالة ولا هتشتغل أصلا. أول رد من الكهرباء على أزمة قطع التيار الكهربي في منطقة جمصة الصناعية، وقال لك أصلا إحنا موصلين الكهرباء وجايبين محولات ومفيش مصانع شغال. فقامت شركة الكهرباء في الدهلية سحبت المحولات من جمصة وديتها منطقة تانية، لأن جمصة مجرد مساكن للأشباح لدى السادة اللي بيسقعوا الأراضي. حتى المصنع، يعني مصنع طلخة اللي يعتبر قلعة الصناعة في محافظة الدهلية، بيعاني من الإهمال وخسائر في 2018 وصلت قرابة المليار إلا ربع، وده طبعا كان تمهيدا وقتها لإغلاق هذا المصنع وتصفية صناعة الأسمدة في محافظة الدهلية. إيه حل الحكومة؟ أو دي مصانع محافظة الدهلية اللي مع الأسف الآن أصبحت إلى زوال. الدهلية ودعت عصر الإنتاج والتصدير بسبب الإهمال، غياب الدعم. أحد المواطنين بيقولك إن الصناعة توقفت والعمال تحولوا لبطالة. عارف ده بيفكرني بإيه؟ فكرني على طول باللي حصل في محافظة دمياط، فكرني كمان باللي حصل في أحد المناطق الصناعية أو بعض المناطق الصناعية في محافظة إسكندرية، لا سيما برج العرب. فكرني بأي حاجة كانت شغالة قبل 10 سنين من دلوقتي. المنصورة اللي كانت شغالة، ميت غمر اللي كانت شغالة، جمصة اللي كانت شغالة، طلخة اللي كانت بتنتج وتصدر، دلوقتي اتحولت لخراب، لأن الحكومة بتزود الضرائب، بتزود الإتاوة، سايبة رجالتها طايحين في المستثمرين وأصحاب المصانع، بتقلل من الكهرباء اللي بتمدها للمصانع، وكمان مفيش بنى تحتية، جمصة عايمة في المجاري وعايمة في المشاكل. المواطن بيحاول يبحث، لما الحكومة فشلت ومعرفتش تحل مشكلة المصانع، فكان عندنا هذا الحل من بعض المواطنين، ورش منزلية بيحاول الشباب ياكلوا منها لقمة عيش بعد فشل خمس مناطق صناعية في محافظة الدهلية. ميت غمر بعد ما كانت قلعة صناعة الألومنيوم والمصانع قفلت. جمصة بعد ما كانت منطقة واعدة بيقولوا لنا هتستوعب أكتر من 85 ألف عامل، دلوقتي عايمة في المجاري. الشباب دلوقتي بدأ يلجأ لورش صغيرة داخل المنازل والمساكن، داخل العزب والنجوع، عشان يقضوا على البطالة. ودي قصة واحدة من المحافظات اللي كان ترتيبها خمسة على مستوى الجمهورية في الإنتاج الصناعي. دلوقتي نسبة الصناعة في محافظة الدهلية تراجعت من 2013 للآن بما يزيد عن 13% إلى 35%، ده حسب بيان المركزي للإحصاء والتعبئة.